طيب تعالوا ناخد مثال تطبيقي على تصميم شبكة كيوينج سيستم أو تصميم شبكة انتظار عميل. طبعا احنا قلنا الهدف الرئيسي منها عشان أبدأ أعمل عملية تنظيم للاستقبال للأشخاص في العيادات في المستشفيات في البنوك وهكذا. فاحنا ناخد مثال، تمام، تصميم شبكة خاصة بالكيوينج سيستم أو نظام انتظار العملاء لتنظيم استقبال في إحدى المستشفيات. يبقى احنا هناخد هنا مثال على مستشفى. الجزء الخاص بالعيادات بيوجد فيه كام عيادة؟ 11 عيادة بالإضافة إلى مكان لانتظار المرضى. يبقى أنت في عندك 11 عيادة وفي مكان لانتظار المرضى. نبدأ أول حاجة، يتم توصيف عدد العيادات ومكان الانتظار بأن أنا أبدأ أعمل توصيف لوحدة الكيوسك. في عندي عدد 11 وحدة، تمام، الكاونتر تيرمينال لعدد 11 عيادة، بحيث توضع هذه الوحدة داخل العيادة عند مكتب الطبيب. يبقى أنا على الباب نفسه أو الكاونتر تيرمينال دي تتحط عند كل طبيب، تمام. يبقى في 11 وحدة كاونتر تيرمينال ل 11 عيادة، دي كل واحدة تتحط داخل العيادة عند مكتب الطبيب نفسه. في بعد كده 11 وحدة كاونتر ديسبلاي. يبقى أنت خلي بالك في كاونتر تيرمينال اللي هي بتتعامل معاها الدكتور، في كاونتر ديسبلاي دي بيتم تثبيتها خارج العيادة فوق الباب. بعد كده في هقدر استخدم اثنين شاشة مجمعة لجميع العيادات، يظهر عليها رقم المريض ورقم العيادة. يبقى أنا هعمل شاشتين، تمام، شاشتين مجمعتين، الشاشة دي بيظهر عليها رقم المريض ورقم العيادة، تمام. بعد كده ببدأ أربط جميع الأجهزة بالكيوسك الرئيسية من خلال كابلات الشبكة من النوع طبعا كات 6 أو كات 6 A حسب النوع بتاع الكابلات، سواء كان يو تي بي كابلات يو تي بي أو اس تي بي شيلدد تويستد بير، تمام. طبعا ده بنبدأ نشتغل عليه زي ما قلنا في كل الأنظمة. في عندي حاجة بنسميها إيه، الرايزر دايجرام، الرايزر دايجرام أو مخطط الصاعد اللي إحنا نبدأ نربط بيه، تمام، المكونات كلها مع بعض. ادي عندي الكيوسك يونت، كيوسك يونت طبعا دي بيدخل لها زي ما قلنا باور سبلاي. طبعا هو غالبا بيتاخد فروم الامرجنسي باور سبلاي، بيبقى الجهد بتاعه 220 فولت 50 هرتز او 60 هرتز حسب المكان اللي انت موجود فيه. بغذي باور سبلاي على الكيوسك يونت، بعد كده بطلع، تمام، بكابلات، كابلات يو تي بي كات 6، طبعا هي 4 بير كيبل. بروح طالع كده واغذي الويتنج اريا ديسبلاي، اغذي الشاشات بالباور، شاشه رقم واحد الديسبلاي رقم واحد، وادي الويتنج اريا رقم اثنين. يبقى انا خدت كابل كده رحت غذيت بيه مين؟ غذيت بيه الويتنج اريا ديسبلاي اللي هي الشاشات اللي هي مين؟ الشاشات الرئيسيه اللي احنا قلنا عندنا شاشتين رئيسيتين موجودين في الصالات. بعد كده هاخد من الكوسك دي اروح داخل على الديسبلاي، ادخل على الكلينيك ديسبلاي اللي بتبقى مراكبه فوق الباب. انا عندي 11 عياده، يبقى احط من عياده رقم 1 عياده رقم 2 لحد عياده رقم 11 في الكلينيك ديسبلاي. وبعد كده باخد كابل مستقل للكاونتر تيرمينال اللي موجوده عند الدكتور. عندي برضو الكيبات دي او الكاونتر تيرمينال عندي منها 11 يونت، يبقى هاخد سلك واروح ل 11 يونت، تمام، من خلال الكيوسك. يبقى الكيوسك هي الرئيسيه اللي هتغذي الويتنج اريا ديسبلاي وهتغذي الكلينيك ديسبلاي وهتغذي الكاونتر تيرمينالز، تمام. طبعا هنا لما باجي اشتغل على الكيوينج سيستم رايزر دايجرام، الرايزر دايجرام هنا بيبدا يبقى في عندي سوفت وير موجود على جهاز كمبيوتر او بنسميه كيوينج سيستم سيرفر على السيرفر بتاعنا، تمام، اللي بيحتوي على كل الموديول. طبعا ده السيرفر اللي جواه كل حاجه محطوط عليه، كل السيستم موجود عليه، النظام بتاع الكيوسك سيستم. هنا الكيوينج سيستم كنترول بانل، ادي اللوحه مربوطه بجهاز الكمبيوتر. هنا طبعا التيكت ديسبنسر بيسموها التيكت ديسبنسر. وبعد كده اروح رايح بقى ايه على الكاونتر تيرمينال اللي هي المختلفه حسب عدد الكاونتر تيرمينال اللي انا عايزها. في الكاونتر ديسبلاي اللي بتركب فوق الباب ده مثال تاني طبعا. والويتنج اريا ممكن يبقى عندي في الويتنج اريا ديسبلاي في شاشتين مثلا، هنا في 8 كاونتر. طبعا دايما الكاونتر ديسبلاي والكاونتر تيرمينال بيبقوا زي بعض، يعني انا بحط مثلا في عيادة كل دكتور تيرمينال كاونتر تيرمينال وبحط على الباب كاونتر ديسبلاي.
هنا طبعا بحط الويتنج اريا حسب المساحه بتاعت الويتنج اريا، مكان الانتظار كبير احط 2 3، ممكن مكان صغير احط ويتنج اريا ديسبلاي واحده بس حسب الظروف. طبعا بركب لاود سبيكر، اللاود سبيكر 6 واط هنا حسب ظروف التوزيع بتاعت المكان اللي احنا حاطين فيه النظام. طبعا اللاود سبيكر ده بيبقى فيه كابلات شيلد توستد بير راكبه على 2 في 1.5 ملي كيبل، تمام، ده اللي هو للسماعات. يبقى ده الكيوينج سيستم رايزر دايجرام، الكيوينج سيستم رايزر دايجرام. طبعا دلوقتي في التطور الكبير في الانظمه، يمكن تنفيذ هذا النظام من خلال شبكه واي فاي، اقدر استخدم الواي فاي زي ما احنا شايفين هنا مثلا، دي الكيوسك يونت كيوسك ماشين، هنا في تاتش سكرين دي شاشه تاتش، هنا في ثيرمال برينتر اللي هي الطابعه الحراريه زي ما قلنا، هنا في بيبقى في السبيكرز نفسها موجوده داخل السيستم، هنا بيبقى في السيستم سيرفر، طبعا السيستم سيرفر اللي هو جهاز الكمبيوتر موجود هنا، تمام، او الكنترولر ممكن اوصله على النتورك سويتش، وبعد كده اخد من النتورك سويتش اروح موصل على اي نظام كيوينج فيديو ديسبلاي، اقدر كمان اعرض الانظمه على الشاشه بتاعتي على الديسبلاي او الكيوينج فيديو ديسبلاي، تمام، من خلال كابلات. طبعا انا بوصل الفيجا كيبل او كابل الشاشه، تمام. طبعا هنا بيبقى في نظام الكولينج باد اللي هي الجزء اللي انا بعمل عمليه كولينج منها، مناداه، طبعا ليها باور وليها انتنه هنا بحيث يبقى شغال كل الشغل بتاعي واي فاي، نفس القصه حسب العدد اللي انا محتاجه، تمام، 2 3 5 حسب اللي انا محتاجه. طبعا دي اللي بتبقى موجوده عند الدكتور، ودي اللي موجوده على الباب الكاونتر ديسبلاي زي ما قلنا، دي كلها بتشتغل بنظام الواي فاي. طيب تعال ناخد مثال تطبيقي اخر لتصميم شبكه كيوينج سيستم لمشروع في بنك مثلا. طبعا انا باخد هنا ادي التاتش سكرين اللي هي جوه الكيوينج سيستم، تاتش سكرين كيوسك سيستم او كيوسك يونت، تمام، في الويتنج اريا ديسبلاي شاشه بعرض عليها، تمام، في الصاله او في المكان الكبير ده اللي احنا بنسميها ويتنج اريا ديسبلاي، في الويندو ديسبلاي او اللي بتبقى موجوده فوق كل كاونتر، في عندي الكيباد او اللي بنسميها الكاونتر تيرمينال موجوده عند كل دكتور او موجوده عند كل شخص بيقدم الخدمه في هذا البنك في هذا المثال، الكيوينج فلور اوتلت، طبعا الاوتلت اللي هي المخارج، تمام، اللي احنا نقدر نطلع منها الكابلات اللي احنا بنشتغل عليها. بعد كده السيلينج سبيكر 6 واط، دي السماعات اللي احنا بنركبها في السقف عشان تطلع الساوند سيستم. نفس القصه اهو، انا بوصل معظم انظمه اللو كارنت على الامرجنسي باور سبلاي، تمام، 220 فولت 50 او 60 هرتز حسب المكان اللي انت موجود فيه، الكيوسك يونت. بعد كده باخد على الويتنج اريا ديسبلاي، دي اللي بيبقى عددهم 2 او 3 حسب شاشات العرض اللي انت هتقدمها. بعد كده باخد برضو كابل على الديسبلاي اللي بتبقى موجوده على كل مقدم خدمه او كاونتر في البنك، مثلا هنا 7، هنا في عندي الكاونتر تيرمينال داخليا عند المحاسب نفسه او الراجل اللي موجود في البنك ده اللي بيقدم الخدمه، تمام، في الكاونتر تيرمينال نفسه اللي بيقدر يستدعي منها الناس. وبعد كده بوصل للاود سبيكرز حسب عدد السماعات المطلوبه عشان اوصل الصوت بوضوح للناس اللي موجوده في المكان. طبعا هنا نفس القصه اهو، مشروع بنك بورت اوف او بارت اوف بنك بروجكت، تمام، في بيبقى عندي صاله كبيره، في ادي خدمه عملاء، في استراحه عملاء، باجي احط هنا ديسبلاي مثلا شاشه باستراحه عملاء، في هنا استراحه عملاء بحط ديسبلاي، يبقى خلاص حطيت شاشتين، تمام، وادي شبابيك الخدمه نفسها، الناس اللي هي بتقدم الخدمه احط لها زي ما قلنا كده الجزء اللي هو الكاونتر تيرمينال، تمام، ببدا طبعا احط سماعات، انا حاطط سماعه اهو، سماعه، تمام، حسب ظروف المكان، انا مثلا في مجموعه من الناس هنا في استراحه عملاء حاطط لهم سماعه، في استراحه عملاء حاطط لهم سماعه، في المكان الفاضي ده قدام الشبابيك بتاعت الخدمه حاطط سماعتين، يبقى انا بوزع حسب ظروف المكان وتوزيعه الساوند سيستم. طبعا برضه مثال ثالث لمستشفى نفس القصه اهو، الكيوسك يونت والويتنج اريا ديسبلاي، الديسبلاي اللي بيبقى موجود فيه رقم العياده ورقم
التذكره بتاعتك، تمام، الكلينيك ديسبلاي او الرقم العياده اللي بيبقى موجود على العياده نفسها فوق، وده اللي بتبقى عند الدكتور اللي هي الكاونتر تيرمينال، والاوتلتس اللي هي المخارج نفسها، وبعد كده السيلينج سبيكرز اللي هي السماعه. نفس القصه هنا، باخد اهو مدخل باور، وبعد كده اروح داخل على الكيوسك يونت، اروح طالع على الديسبلاي اللي هي بتاعت الويتنج اريا ديسبلاي 2 او 3، وبعد كده على الكلينيك على العيادات 10 عيادات مثلا، بعد كده اروح داخل على الكاونتر تيرمينال زي ما قلنا لازم هنا يبقى برضه 10، وعدد السبيكرز او السماعات ممكن يبقى 4 5 10 حسب ما انت عايز. طبعا دي او ده شكل للمستشفى. ادي هنا التيكتس او التذاكر، في هنا انتظار عملاء، وانتظار عملاء ممكن احط لهم شاشه، تمام، وباجي على كل عياده من العيادات واحط اهو دي عياده نساء مثلا، عياده اسنان، عياده مش عارف ايه، كل واحده بحط لها على الباب اللي هو الديسبلاي، وبخلي اليونت اللي هي بيستدعي منها الدكتور او بيظهر عند الدكتور الاستدعاء داخليا المكون الرئيسي بتاعنا اللي احنا قلنا عليه الكاونتر تيرمينال. يبقى الكاونتر تيرمينال موجود عند كل دكتور، وفي عندي الكاونتر ديسبلاي او الكلينيك ديسبلاي اللي موجوده على الباب بتاع كل عياده، وموزع السماعات بتاعتي حسب ظروف المكان، تمام، وحاطط الديسبلاي. ادي هنا، هنا عندي ديسبلاي وهنا عندي ديسبلاي. يبقى احنا شفنا كذا مثال، شفنا تصميم للكيوينج سيستم او نظام استدعاء العملاء، تمام. طبعا هنا هبدا اتكلم عن بعض الشركات اللي بتعمل كيوينج سيستم او بتعمل كيوينج مانجمنت للنظام. في عندك كيو ماتيك من الشركات اللي بتشتغل على نظام الكيوينج سيستم، كيو ماتيك من الشركات الكبيره اللي بتشتغل في نظام الكيوينج مانجمنت وازاي اعمل كنترول عليه سواء كان بالواي فاي او الكابلات العاديه. طبعا هنا بيستخدم هو السمارت سيستم فور بيزك ويتنج لاين مانجمنت عشان هو يبدا يشتغل، جايب شاشات شكلها كده ظريف كلها ليد، الكيوماتيك نفسها، البرينتر، التاتش سكرين، ده كله بيبقى نظام سمارتر سيستم، تمام، بقدر اتحكم فيه من السوفت وير بتاع كيوماتيك نفسه. طبعا في ادفانسد كيوينج مانجمنت سيستم، ان انا اقدر ادخل اونلاين اعمل بوكينج، اعمل حجز لدوري في العياده او في الطابور ده، تمام. في فيرتشوال كيوينج فيا السمارت فون، في كاستمر فيدباك سيرفي، ممكن اعمل سيرفي مدى رضا العملاء، الفيدباك بتاعهم ايه، مش عارف التايم او الريال تايم مونيتورنج، اقدر اشوف قدامي كام واحد منتظرين، ده كله بنسميه ادفانسد كيوينج مانجمنت فيتشر من شركه كيوماتيك، من الشركات المحترمه جدا بتشتغل في نظام الكيوينج سيستم. طبعا هنا بيبدا يدي لك ان انا ممكن اربط الكيوينج سيستم بنظام الموبايل ابلكيشن او بيسموه الانستنت موبايل كيوينج مانجمنت باكج، ان انا اقدر اعمل كنترول على نظام الاستدعاء من خلال الموبايل، تمام. هنا برضو بيدي لي الموضوع الفيرتشوال كيوينج واللينير كيوينج اللي هو الانتظار الخطي والفيرتشوال زي ما قلنا اللي هو الترتيب العشوائي، تمام. هذه طبعا كيو ماتيك شركة من الشركات الكبيرة، عشان يبقى في عندها سوفت وير تقدر تدخل او داونلود في وايت بيبر على خاص بكيو ماتيك في أنظمة انتظار العملاء. من الشركات اللي بنستخدمها برضو في أنظمة انتظار العملاء وتقدر تدخل تحمل الداتا بتاعتها ويفتك. ويفتك من الشركات الكبيرة بتقدم سوليوشن كبير جدا في الكيوينج مانجمنت أو عملية الانتظار للعملاء، وليهم خدمات في أماكن كتيرة سواء كان في معظم الدول. ليه أنا بختار ويفتك كيوينج مانجمنت سيستم؟ نظام أصلا بيبقى نظام سهل وبسيط، وبقدر اللي بيقدم الخدمة أو الناس اللي هي بتاخد الخدمة نفسهم وتوزيعة الأجهزة اللي موجودة بتبقى سهلة جدا في المعاملة. نظام المانجمنت نفسه سهل جدا، تمام. طبعا هنا برضو بيستخدم الفيرتشوال كيوي
مانجمنت سيستم واللينير مانجمنت سيستم، دي سوليوشنز كلها تمام تقدر من خلال موبايل ابلكيشن من خلال شركه ويف تك تقدر تستخدم الكيوينج سيستم بسهوله جدا، بتقدم لك سوليوشنز ربط بالموبايل، موبايل كيوينج سيستم، تقدر تدخل على الشركه وتشوف اكتر عن انظمه الكيوينج سيستم من خلال شركه ويف تك. طبعا عندهم فيتشرز كتيره، موبايل ابلكيشن، حاجات على الواتساب والكلام ده. طبعا هنا بتكلم برضو على زي ما احنا قلنا فيرتشوال في لينير كيوينج سيستم زي ما احنا شفنا خلاص النوعين. طبعا يقدر يقدم لك ريبورتات وتقدر تشوف في الداشبورد للاناليسيس كلها الخاصه بشركه ويف تك. الويف تك ادفانتجز طبعا كتيره، منها اند تو اند تيرنكي سوليوشن بروفايدر، تدي لك حل كامل تيرنكي، 3 جلوبال ديفلوبمنت ايدج هابس تمام، في عندي الكاستمر او الكاستمايزابل ورك فلو وجلوبال سبورت اند انفراستراكشر، بيديني يعني مزايا كتير جدا من الادفانتجز بتاعت شركه ويف تك لانظمه الكيوينج سيستم او انظمه الانتظار الخاصه بالعملاء. الشركه الثالثه اللي بعرضها على حضراتكم شركه سيدكو. سيدكو برضو بتعمل أنظمة كيوينج مانجمنت سيستم أو تعمل كيوينج سيستم. طبعا شركة سيدكو من الشركات الكبيرة، ناس كبيرة مركبة سيدكو سيستم في الأنظمة، تقدر تدخل على الاندستريز بتاع الشركة، تقدر تشوف السوليوشنز اللي بتقدمها ايه، البرودكت اللي بتقدمها شركة سيدكو، تقدر تتواصل معاهم بسهولة، تقدر تشوف مين هي شركة سيدكو وايه الأنظمة اللي عملتها والتجارب اللي اشتغلت او الأنظمة عفوا اللي تم تركيبها في الأماكن المختلفة تمام. السمارت كيوينج مانجمنت فور كونفينينت كاستمر جيرنيز، طبعا هنا بيدي لك الحاجات الخاصة بشركة سيدكو نفسها والأنظمة اللي هي بتستخدمها، الفيرشوال مثلا كيوينج سيستم تمام، هو بيستخدم هنا موبايل كيوينج سيستم واونلاين ابوينتمنتس وتيكتنج كيوسك. انا اقدر من خلال الداتا بتاعت الشركه اقدر اشوف سيدكو واشوف كل الخصائص اللي موجوده فيها تمام. طبعا التاتش سكرين بتاعتها بصراحه شكلها خرافه تمام، والبرينتر والكنترولر الرئيسي بتاع سيدكو من الشركات المحترمه جدا في الكيوينج سيستم. طبعا هم بيتعاملوا مع اوديو انونسمنت، ان انا اقدر اركب طبعا سماعات، طبعا ليهم طبعا السبيكس بتاعتهم في السماعات او في الساوند سيستم، بيقدر يوصل لك اس ام اس مسجز، الكاونتر ديسبلاي كلها ال سي دي، المين ليد نفسها من ال اي دي، كيوينج انفورميشن ديسبلاي الحاجات اللي معروضه بتبقى الشاشه سهله كده، هنا رقم العميل ورقم التيكتس. طبعا هنا بيقول لك المين بينيفيتس اوف السمارت كيوينج سيستم، اول حاجه ده اللي احنا شرحناه في اول المحاضره، ريديوس الكاستمر ويت اند سيرفيس تايم، بيقلل الانتظار بتاع العميل، بدل ما انا اقعد ساعتين ثلاثه لا ده ممكن اقعد ربع ساعه لو في نظام تمام عندي. انكريز الكاستمر هابينس ليفل، ان انا ببقى مبسوط ان انا الاقي خدمه منظمه تمام بتعامل معاها بدون عشوائيه. إن طبعا انت هتبدا تشوف كل المزايا اللي احنا شرحناها في اول المحاضره. طبعا انا في المحاضره دي كانت محاضره تتكلم عن الكيوينج سيستم بالتفصيل، اشوفكم في المحاضرات اللي جايه في باقي انظمه اللو كارنت ان شاء الله تعالى. احنا النهارده اتكلمنا عن الكيوينج سيستم او انظمه انتظار العملاء، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمه الله.